خوتي انا واحد السيد كنت بخير وعلى خير الحمد لله، خدمتي تمشي للدار وعاوز الاسره ديالي، تا خويا تصابت تا خوتها تصابت بهذا المرض هذا الخبيث اللي هو واحد النوع ديال الكونسير. الا الله محمد رسول الله، هذا ما بقاش قد نعي الاسره ديالي، راه عامين مده ديال عامين هذه، ما عرفتش كيف ما عرفتش وليت دابا بحال هكا شي حاله على الاسره ديالي. دابا حتى هادشي قاعد طلع لي طلع لي حتى اليدية، والمشكل ما كاينش منين ندخل للدار حتى شهرية والو. انا اللي كنت خدام عليه، كنت خدام فهادشي ديال سيكريتي، وكنت حامد الله بهاديك الخرصة اللي كنشد وخدام بها، مي حتى تصابيت بهاد المرض الخبيث. دابا حتى الطبيب من نهار من 9 شهر 10 درت هاد العملية هادي، حيدوا لي واحد الورم من ظهري، ملي حيدوه لي قلت الحمد لله، ويني باقي لحد الان. كاع حدهم قالوا لي عندك واحد النوع ديال الكونسير، ما شخصوه ليا، ما عطاوني الدواء، ما فهمت والو. انا بغيتها سميتو، بغيت انا نرجع كيف كنت نهز الاسره ديالي اللي كتكون من الزوجه ديالي ومن ثلاثه الوليدات، وانا هو الاب ديالهم. هادشي اللي كاين اخوتي. دابا الطبيب واحد تو قال لي راه عندك واحد النوع، الطبيبه ديال الدم حتى قالت لي واحد النوع ديال الكونسير، قالت لي غتولي دير الحصص ويني امتى، والنوع ديال الدواء ما قالتش لي النوع ديال الدواء. راكم عارفين الدواء ديال الكونسير شحال راه داير الثمن غالي، وانا ما كاينش منين يدخل ليا الدرهم هي الاخرى. وها الطاكسي ملي كنت نتنقل، تنبغي نتنقل غير للسبيطار على الاقل 30 درهم من هنا ل 20 غشت، وهرب من عند الجواد. وكنطلب من الله والمحسنين يتعاونوا معايا غير نفوت هاد الازمه هادي، عا غنوقف. انا بغيت عا نخدم، بغيت نرجع صحتي ورجع لخدمتي ورجع نعاون الاسره ديالي. هذا بلا ما جابوش ليا ما ناكل، والله ما نوض الا ما وكلتنيش المراه ما ناكلش. وهاد المرض هو طلع ليا لي تيشي، دابا العاشق ما كنقدرش نشدها الا ما وكلتنيش، والله لا كليت الله يجازيها بخير. كنحس براسي والو بحال ميت، جنازة بحال ميت، ما عندهم جهد باش يتعاونوا معايا، ما عندهم جهد باش يداويوني، وانا كنحس براسي بحال ميت جنازة مريحة. الا كان الا جا بغاتني الموت جي مرحبا بها، ولا جيني صح ولا تجيني صحتي. هادشي اللي كنطلب من الله. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الأول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم أثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن. لقد قمنا بإضافة نعت صحي اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي، نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة، مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة، نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم، لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ أنت تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.